معناها الخنزير يشبه للفيل، عندهم علاقة بعضهم. رح نحكيه اليوم على العهد الثاني للبشرية. سيدنا نوح عليه السلام هو أول رسول للبشرية، دعا القوم تاعو 950 سنة، ولكن القوم تاعو بقاو على نفس الحالة، يعني استمروا بالشرك تاعهم وما أمنوش بالرسالة اللي جا بها سيدنا نوح عليه السلام. بعد 950 سنة من الدعوة، سيدنا نوح عليه السلام ذاق به الحال، وصل وين دعا عليهم دعوة غضب. قال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فأمره ربي ببناء الفلك اللي هي سفينة باه يتجهز للطوفان العظيم. استجاب الله دعوة نوح، أمره ببناء الفلك اللي هي سفينة باه يتحضر للطوفان العظيم اللي راح يبيد البشرية كاملة، وراح يبقى في الأرض غير الناس اللي أمنت بسيدنا نوح اللي راح تبقى في هذيك السفينة. بدأ سيدنا نوح بغرس الأشجار، سنى هذيك الشجرة كبير، وبعد كده نحى هذاك الخشب وبدأ في بناء السفينة والفلك الأعظم تحضيرا للطوفان العظيم. كانوا يعديوا عليه القوم اللي ما امنوش به، يبداو يتمسخروا به: من نيتك اكتبني في السفينه ما راح تعوم بها؟ وين راح تمشي بها، على البر ولا راح تمشي بها في الصحراء؟ هو كان يقولهم اتمسخروا كيما تحبوا، في الاخر نشوف شكون يتمسخر بخوه. يقال والله اعلم ان السفينه كانت تتكون من 3 طوابق، الطابق السفلي كان للدواب والوحوش، واللي في النص كان للانس، اما الطابق الاعلى فكان للطيور. كمل سيدنا نوح عليه السلام بناء السفينه، ويقال ايضا انه بنى اقفاص الحيوانات الوحشيه، وبقى يسنى في الاشاره من عند ربي. الاشاره كانت: يا نوح اذا فارت النور معناتها البركان، فاركب انت ومن امنوا وخذ معك من كل زوجين 2، هكذا يستمر النسل من الحيوانات والنباتات. زوج سيدنا نوح عليه السلام لم تصعد السفينة لأنه لم تكن من المؤمنين، وأيضا يقال أن أحد أبنائه كان يخفي كفره ويبدي الإيمان أمام سيدنا نوح عليه السلام. قال أن مجموع الناس اللي ركبوا في هذه السفينة حوالي 80 والله أعلم. بعد بدأ الطوفان العظيم، بدأت الأمطار الغزيرة بالتساقط، وبدأت الأرض تخرج الماء من تحتها. قالت الأمطار هذه كتصب حتى امتلأت الأرض كاملة بالماء وتنطفت من كفار البشرية. وقال أن السفينة بقات في الماء لمدة 40 يوم، ويقال أيضا أنه بقات 150 يوم. فانتشرت فضلات أرواث الحيوانات في السفينة بدرجة لا تطاق. فأوحى الله عز وجل إلى سيدنا نوح أن يضرب على ذنب الفيل، فنزل منه خنزير وخنزيرة، وقاموا بتنظيف هذه السفينة كاملة من أرواث وفضلات الحيوانات. بعد جو الفيران بدأوا يأكلوا في الأحبال تاع السفينة. يقال أن الأسد اعتص فخرجت قطة، وقط قاموا بتنظيف السفينة هذيك من الفئران. واستمرت هذيك السفينة بالطوفان حتى استقرت في جبل الجودي بتركيا، وهيك نجى ربي سبحانه نوح والمؤمنين وجعل من ذريته هم الباقين. ولهذا يقال كل الأنساب اللي كاينة درك على كوكب الأرض ترجع لسيدنا نوح، وبتحديد الأبناء الثلاثة اللي هما سام وحام ويافث. وعلى هذه يقولوا العهد الثاني للبشرية.